وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عمار البناي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، لو تطلعنا على أهم ما جاء خلال جلسة المباحثات الثنائية التي تمت اليوم بين الجانبين الروسي والبحريني. إن المسيرة التنموية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاقل البلاد المفتح حفظه الله ورعاه، والتي نقلت مملكة البحرين إلى آفاق واسعة ومتقدمة في مختلف المجالات، وخاصة نحن نتحدث عن المجال الحقوقي، ووصولنا إلى منظومة تشريعية وقانونية ومؤسساتية راسخة ومتكاملة تراقب وترعى وتعزز من حماية وصيانة الحقوق والحريات العامة. بناء على توجيهات من معالي السيدة فوزية بن عبد الله زين، كنا في هذا الاجتماع في جلسة المباحثات للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتطوير قنوات التواصل بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ولا سيما مجلس النواب والمؤسسات الحقوقية البرلمانية في الدول الصديقة والشقيقة، وذلك لتفنيد مزاعم مجمل البيانات التي تخرج والمواقف والتصريحات التي تستند لوجهة نظر واحدة أو تلك المعتمدة على معلومات غير موضوعية وغير دقيقة. وتم التأكيد بأن أبواب مملكة البحرين مفتوحة للجميع، وذلك لمد جسور التواصل والتعاون مع المجالس والبرلمانات اللي من شأنها تبيان الحقائق وكشف كافة الأمور بشفافية دون الحاجة إلى استقصاء المعلومات غير الدقيقة من جهات وجماعية أحادة الجانب. نعم، سعادة السيد عمار البناي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، شكرا جزيلا لك.